السلام عليكم عزيزي الفلاحة البنات، نتمنى تكونوا ان شاء الله كلكم بخير. اليوم عندي بزاف عايل فرحانه بيه بزاف، حتى رايحين يجوا عندي صحابات اللي عندي بزاف بزاف ما شفتهم، وحبيت غير هكذا نصور هكذا شويه نشارك معاكم الحوايج اللي وجدتهم غير هكذا بالخف، ما عنديش ما كانش عندي الوقت باش نصور هكذا كلش. المهم حبيت نشارك معاكم هذا الخبز هذايا تاع نعان، نشريه من كوسكو ولا من ماكسي، يتباع هكذا في الفورما الصغير ولا الفورما الكبير، ندير به هكذايا دي بيتزا. درت له هكذايا كيما راكم شايفين لاصوص، ودرت له ثاني الفلفل مع البصل هكذا شويتهم قليتهم، وكل واحد وحده شويه طون وشويه الفرماج من الفوق، وحطيتهم في الفور هكذايا شغل يتحمروا. وهنايا درت شويه ماسيدوان، سلقت هذاك الرز وفورت حبه بطاطا شويه زروديه وشويه ثاني لوبيا مونشتو، ودرت له المايس مع الطون والزيتون. من بعد على حسابكم انتم تقدروا تضيفوا بزاف حوايج هكذا ان شاء الله، ماسيدوان ماشي شي حاجه صعيبه. رشيت عليها شويه فلفل كحل والملح، وضفت عليها مايونيز وخلطت كلش وحطيتها في هذاك البلا. وهنايا درت سالاد تري تري سامب، درت هكذايا اسمه الخس لا ليتو. المهم درت له هكذا طوماطاش من الفوق والخيار، شويه بصل لي زيشالوت وشويه فرماج، وهذه هي. ومن بعد خليت لي زافوكا رايحه نقطعهم في الاخر باش ما يكحلوش، نقطعهم من بعد في لافان كي نحط هذاك لو بلا برينسيبال. درت هذايا لو روتي، درته هنايا في المقله، حطيت له غير شويه هكذا زيت وشويه ملح، قليته من لي دو كوتي من زوج جوايع، واحد اون مينوت دو شاك كوتي. ومن بعد حطيته هكذايا في لو بلا اللي راح يدخل الفور، درت له هكذايا شغل شويه تاع لو رومارين، وقطعت هكذايا بصله، قطعت هكذايا مورسو كبار، وثوم ثاني كجلي جوست اكرازي، ودرت له ثاني شويه هذيك الطوماط سوريز. وهذه هي. ثاني زدت له غير شويه ملح هكذايا باش ما يجيش صامت، وحطيته في الفوق، غطيته بهذاك الغطا ديالو بون بلالومينيوم ولا هكذايا شغل لازم يتغطى. من بعد انا اشاك فوا نقلبو هكذايا باش ما يجيش ناشف من جهه وطايب من جهه واحده اخرى. المهم في هذيك المرقه اللي بقات كي طابقه هذاك اللحم، درت فيها اللوبيا مونشتو كنت سلقتها، والروديه ثانيك سلقتها باغي، حطيتها ثانيك في الفوق مع هذه مع البروكولي، فوالا حطيتهم في الفول في هذيك المرقه اللي طاحت من اللحم. فوالا هذه هي. اللحم جا فريمون بزاف بنين وطيب مليح، شغل جاي هكذا شغل غير يدوب هكذايا وحده. ما قدرتش نصور مالوغوزمون، شغل ما كانش عندي الوقت غير يدي وحده مع الدراري ايتو، دونك ما لحقتش باش نصور كلش. وهذيك البيتزا نسيت كاع ما صورتهاش لكم كي كانت طايبه، ولكن المهم عادي. وان شاء الله تعجبكم لا فيديو، خليتكم في امان الله. السلام عليكم وتهلاو بزاف في رواحتكم.